رايك في اللي عمله فتوح؟ اولا فتوح طبعا والزناري وصبح يعني مش كمان انا انا الموقف طبعا ما ينفعش انت في نادي محترم ونادي كبير وله اسمه وليه جماهيرته ان انا اسيب معسكر وامشي وان انا اطلع واعمل كذا كذا. على فكره حق مشروع جدا انك تتفاوض مع اي نادي. انا راجل النهارده نجم لعبت نادي الزمالك اداك كنت في الناشئين. فتوح طلع معانا مع ايناسيو. فتوح كان الفتره بتاع ايناسيو هو طالع لسه معانا. ربنا كرمك اشتغلت بشكل كويس لعبت رحت منتخب مصر النادي عملك. على فكره انت ممكن تقعد على الترابيزه وتتكلم وتتفاوض. وعلى فكره انا ضد النادي انه يوقف اللعيبه وما عملش مشكله. انا راجل النهارده ملتزم بعد بلعب بكمل اخر دقيقه سواء مشيت او ما مشيتش. صح ورقه الاهلي ومش ورقه الاهلي ودي بيلعب عليها بعض اللعيبه كتير جدا. انا برضو زعلان من حته مفتوح. انت كمل في النادي بتاعك اشتغل خليك بارز. ما زيزو قعدك كان بيخلص ما طول الوقت الناس بتتكلم عليه ما طول الوقت بيجي له عروض وراجل بيلعب وبيأدي ومركز في الملعب. لكن عايز اتكلم في الحته دي تحديدا مركز في الملعب. انت ركزت في حاجات ثانيه بره الملعب. فرقت معاك جدا في مستواك فرقت معاك جدا مع الناس في الشارع الزملكاوي وبدا النهارده يقول فتوح ما بيحبوش ومع الناس كانت بتحبه جدا طبعا. حق مشروع انك تتفاوض مع اي نادي ده 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 ده, ده اكل عيشك وشغلك وبتاع. بس انت تخلص للنادي مع التجديد لفتوح ولا لا؟ طبعا مليون المية طبعا. لان اللعيبه الكبيره من اللعيبه الكويسه اللي رجليهم كويسه في الملعب وفارقين جدا مع الفرق لما بيلعبوا موجودين. سهل جدا يا جريم او صعب جدا انك تجيب لعيب من بره ويلعب اهلي وزمالك حتى لو انت نجم الفرقه. وحصل موقف كده جدا طرفه لعيب اهلي وزمالك بالذات الانطباع الاول بيدوب. صح اول ما تنزل الملعب حتى لو انت بتلعب في درجه ثانيه بتبان شخصيتك. حتى لو انت جاي من النادي الاهلي ورحت الزمالك هتبقى وحش. صح هتبقى وحش احيانا. هو نادي الزمالك والاهلي كده الانطباع الاول نزلت الملعب حفظت الفرقه حفظت مكانك اشتغلت خلاص بقيت كويس. ده اللي بيفرق يعني. طيب ده فتوح بالنسبه لصبح والزناري تحديدا مع رحيلهم ولا بقائهم؟ انا مش عايز اتكلم فنيا اكتر على الناس دي عشان ما مرضتهاش. يمكن صبحي طبعا على المستوى الفني. انت دلوقتي من بره فشايف من انا بره. شايف لا طبعا ما يدخلوش. انا بتاع الموقف اللي عملته خليني على كده. بس انا مهما كان برضو مش عايز اذبح اللعيب لازم اقعد معاه ولازم احقق معاه ولازم اتكلم معاه. حقق الزمالك انا معرفش هل التحقيق وصل لايه. ما اعرفش التحقيقات وصلت لايه لغايه دلوقتي يعني. طب فنيا انت مين انا فنيا صبحي صبحي كام؟ رقم واحد طبعا. الزناري لا طبعا صبحي رقم واحد في من النجوم الكويسه الموهوبين. صبحي مش مصطنع. انت عارف يعني كلمه مصطنع موهوب. مظبوط موهوب. ولد كويس خفيف في الجون عنده رشاقه ومرونه بشكل كبير جدا. فارق مع الفرقه الفترات اللي لعبها طبعا. هيفرق جدا لو خليته معايا لان كمان سنه صغير لسه برده هيدور على جون وهجيب جون تاني مع عواد وهعمل كذا كذا. انا مع بقاء طبعا صبحي ويا ريت مجلس الاداره يقعد معايا ويتكلم معايا بشكل كويس والراجل يطلع اعتذر. ونفس القصه فتوح مستويات الفنيه حتى الزناري انا ما مرمتش اللعيبه. بس انا اللي شايفه الفتره اللي لعيبه الزناري مش نفس مستوى الناس اللي موجوده. مش الونش مش الناس اللي موجوده وده برضه ان الزمالك محتاجه تكسر دباكين كويسين جدا. يعني ايه مسلوس البكريه تلعبه سر دباك؟ في حاجات كتير جدا انا يعني محتاجه تعديل. الونش مش موجود الفرقه تقع. مين لعيبه في الماركت في مصر شايفه لو لعب في نادي الزمالك يأدي بشكل كويس؟ والله في لعيبه كتير جدا يعني. مثلا في فيوتشر في مرعي في فيوتشر من اللعيبه الكويسه. محمود مرعي بقى دلوقتي خلاص بقى جراند في بيراميدز. في لعيبه كتير والله يعني. في مش عايز انسى اسماء كتير بس في الدوري المصري اقول لك اسماء تألقت في الفتره الاخيره زيكو مثلا. ده انت بتتكلم على سردباكات ولا بتتكلم على لا بتكلم على لعيبه بشكل عام. مين لعيبه نفسك تشوفها كتير يعني؟ النهارده مثلا مصطفى شرف من اللعيبه الكويسه جدا اللي ادى في نادي الزمالك بس اصاباته كتير. بيفرق جدا ما يلعب في الحته دي. النهارده كان وجوده جدا مهم. لا بقول لك مين لعيبه من بره شايفها لو انضمت للزمالك تتألق. زي ما انت بتتكلم زيكو من اللعيبه الكويسه. في طبعا عمر كمال من اللعيبه الكويسه جدا طبعا. بيلعب مراكز كتير جدا. بتلعب هاف بيلعب باك رايت بيلعب باك ليفت لعب من اللعيبه طبعا المجهوده. في لعبة كده هي اللي تشتغل في نادي الزمالك. وزي ما بقول لك برضو مش مرتبطه بلعيب كويس في الدوري المصري يبقى كويس خالص. ممكن ناشئين في نادي الزمالك يطلع كويس جدا وكسر الدنيا. ممتاز. هذا حصل كتير جدا يعني. طيب مين في الدوري المصري شايفه السنه دي هيبقى ليه شغل عظيم كده هيبقى مفاجاه في الدوري زي ما كان المقاولين من كام سنه كده عمل مفاجاه كبيره؟ مين نادي كنادي يعني؟ اه انا شايف ان زد يعني. هم بادئين المشروع السنه اللي فاتت بشكل كويس. اول نجاح بالنسبه لهم ان يسيبوا مدير فني مصري موجود. سبورت بالنسبه له جدا في ظهره كلهم. الاحتياجات اللي عايزها بيعملها بدل انه تاني الدوري دلوقتي. هتكلم على الدور تاني ممكن يقع. لا الفرقه ماشيه طالما بيكسب بشكل كويس في نجاح في الفرقه فني ده بيفرق جدا مع مدير فني موجود. صحيح. بيحصل ضروب امتى؟ مدير فني يقع تجيب مدير فني تاني زي ما حصل في فاركو. كام مدرب لغايه دلوقتي؟ ثلاث اربع فرق. في انديه كتير فاكر احنا بيتامل انهم يبقوا كويسين زي البنك الاهلي. كام مدرب لحد دلوقتي؟ هتلاقي كذا مدرب. فالنهارده من السنه اللي فاتت وان انا اصر ان مجدي يكون موجود ومجدي مش شطار اللي بيحب يطور نفسه. انا بحب دايما اتكلم على المدربين اللي في سننا. ايوه مش شطار قوي يا كريم يعني. النهارده انا اسمع دايما على الكابتن مجدي كلام عظيم جدا شاطر يعني. وعايز اذاكر وعايز اطلع وعايز ادرس وعايز اعمل
وبيحبب الشغلانه لو بتبص لحضراته. مين اللي حبه انا كمان قوي دلوقتي؟ احمد عبد الرؤوف. احمد شاطر. احمد من احمد لعب معايا في النادي الزمالك من اللعيبه كانوا شطار، واحمد مجتهد صح. عامل زي حالتنا صح. احمد طول الوقت في الملعب وبيذاكر وعايز اعمل وبعدين بينزل للناس دايما بروح اتفرج على درجه ثانيه دايما مش عارف كذا، عمل الفرقه صح. وده نجاح لاداره المحله ان نطلع مدرب ماشي زي ده انه يبقى موجود وليه اسمه الفترات اللي جايه بعد كده ان شاء الله.